السلام عليكم. ألم المرفق أو ألم الكوع، بتحس بألم في المرفق سواء من الخارج أو من الداخل؟ بتحس بألم مضايقك قبل النوم مثلا، بعد يوم في مجهود أو حاجة بدأت تحس بألم؟ طبيعة شغلك بتمسك الموبايل فترة طويلة، بتمسك الماوس فترة طويلة، طبيعة شغلك مخلياك متحكم أو إنك بتستخدم إيديك فترة طويلة، راجعة من السوق وبتشيل شنط باستمرار، كل ده بدأ يسبب لي ألم في المرفق. هكلمك إن شاء الله النهاردة عن أفضل تمارين تقدر تعمليها أو أفضل تمارين تقدر تعملها لمحاولة حل وعلاج المشكلة بشكل كبير جدا. معاك دكتور احمد شامي، دكتور علاج طبيعي واخصائي تغذيه علاجيه. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. اضافه ان في قناه تغذيه هنتكلم فيها عن كل ما يخص التغذيه باذن الله، تكون قناه شامله وافيه كده، كل حاجه تفيدك وتتمناها باذن الله. ما تنساش تتابعني على الانستجرام وتسالني في الويب سايت او الموقع الخاص بيا، تقدر تتابعني من خلاله تحت في صندوق الوصف. شوف الانترو وتعالى بقى نتكلم عن كل حاجه تخص الم المرفق. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك، نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو مثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. مبدئيا اشهر الاسباب، حصل لي اصابه او عملت عمليه ولبست جبس فتره طويله فبدا يحصل لي تيبس في مفصل الكوع، او مثلا لا قدر الله حصل لي كسر او ركبت جبس مثلا. ثالث نقطه واخر نقطه وهي اللي ممكن تكون داخل عشانها الفيديو اصلا، ريبيتيتيف يوز او استخدام مفرط للايد عن طريق زي ما قلت لك موبايل او كمبيوتر او ماوس، او انك مثلا بتشيل شنط تقيله او في جيم مثلا فبتلعب ريست، بتلعب اي تمارين معينه، فالقبضه دي ذات نفسها احيانا تسبب لي بالم في مفصل المرفق او في مفصل الكوع. طيب حلو، ايه العلاج؟ العلاج وبكل بساطه بتروح لدكتور البشري لو الموضوع زاد شويه معاك، علشان نبدا ناخد ادويه ما بين مسكنات، ما بين بسط للعضلات، ما بين مضادات للالتهابات، ده لو لسه في الاول. وبعدين بنبدا نلجا للعلاج الطبيعي اللي بدوره بيبدا يكون في جلسات كهرباء، موجات فوق صوتيه، وكمادات حراريه مثلا او كمادات ثلج. طيب حلو، انت في البيت تعمل ايه؟ طبعا في تمارين يدويه وتمارين منزليه وتمارين في المركز اثناء الجلسه ذات نفسها، ولكن خلينا خلاص احنا خلصنا بقى ايه التمارين اللي انا اقدر اعملها في البيت. قبل ما ادخل على التمارين بنقطه صغيره، هتعمل كمادات لو انت لسه في اول يوم، لسه حالا بدات تحس بالم، بتعمل كمادات ميه ساقعه، بتجيب مثلا ميه وتحطها في الثلاجه وتبدا تاخدها وتعمل بيها مساج على مكان الالم اول يوم او يومين بس بالكتير. لو في الموضوع ده ركز قوي، اول يوم او يومين بنعمل كمادات ميه ساقعه. طيب زي الفل، عملنا الكمادات على دراعنا اليمين وتحسن الوضع، الالتهاب قل شويه والالم قل شويه، ابدا اخشها بالتمارين. طيب لو الموضوع بقى له 4-5 ايام، بقى له اسبوع، بقى له 20 يوم، تعمل كمادات حراريه، بتجيب فوطه مثلا او اربه ميه سخنه او حاجه وتبدا تحطها على ايديك لمده نص ساعه قبل النوم. ركز ان الكمادات الحراريه استخدمتها امتى والكمادات الثلج او الميه الساقعه استخدمتها امتى، دي اول نقطه. نخش بقى على التمارين. مبدئيا بنبدا بالتمرين الاولاني، هنعمل استطاله للايد بالشكل ده، بفرد ايدي قدامي بالشكل ده زي ما انت شايف كده واشد لتحت، بحيث ابدا احس بشد في المنطقه دي من فوق بالشكل ده، واشد واثبت 30 ثانيه. تمام وزي الفل، ببدا اضغط ايدي بالشكل ده لتحت واشد، ايدي مقفوله، ركز، الاول كانت مفتوحه دلوقتي مقفوله. طيب جميل، عملنا التمارين بالشكل دي، نبدا نخليها بالشكل الفوق، هنشد بالاتجاه ده. هنبدا الاول ايدي مقفوله وبشد، ركز في الترتيب بتاع الفيديوهات والتمارين، واشد بالشكل ده، هتبدا تحس بشد من تحت في الحته دي، ومش عايزك انت اللي تعمل كده، لا انا عايزك ايدك مريحه خالص وبتشد وبتثبت برده 30 ثانيه. في بيتنا 30 ثانية وزي الفل، بنبدأ نصعبه عن طريق ان انا بخلي ايدي مفتوحة لفوق بالشكل ده وبشد.
ايدي مفروده وبشيل. حلو جميل. بالنسبه بقى للتمرين اللي بعد كده، ببدا اعمل تمارين تقويه باوزان، ولكن عايزك تركز على نقطه مهمه. ابدا الاول بوزن زجاجه ميه 500 مللي مثلا، لتر 2 لتر. ابدا صعب واحده واحده، ما تبداش بحاجه تقيله. ابدا مثلا وليكن هنفترض دي ازازه مثلا، كده نستخدمها كمان شويه، وابدا ايدي بالشكل ده مريحه على حاجه بالشكل ده ونازله، وببدا ارفع 1 2 3. ركز قوي، انا عايز اعمل الموضوع بطيء، مش بسرعه وخلاص، في نفس الوقت مش ببطء شديد، لا انت بتحس بالحركه. وايديك تنزل لتحت وتطلع لفوق خالص، تنزل لتحت وتطلع لفوق خالص، تنزل لتحت وتطلع لفوق خالص. تمام؟ نعمل العكس، ايدي نفس الشكل اهي، تنزل لتحت وتطلع لفوق خالص. وبتعمل الموضوع برضو 12 مرة. ركز ان التمارين دي كلها احنا بنعملها مع بعض اهو، هتعملها معايا بنفس الشكل، ولكن 5 مرات في اليوم، بعد كل صلاة، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، بعد كل فرض هتعمل الموضوع ده. عرفنا ازاي؟ تمام. اخر تمرين هنعمله وهو ان انا هستخدم الهاند جريب دي، عبارة عن ان انا بمسك بالشكل ده وافضل اضغط 1 2 3. ركز ان هي كده كده ليها اطوال اوزان، تقدر تجيبها من اي مكان، او لو مفيش ستريس بول اتكلمنا عنها كذا مره، ولكن انا هبدا بدي وفضل عشان تبدا تصعبها على قد ما انت عاوز او زي ما انت عايز. وبتعملها 25 مره. حلو، عملناها وزي الفل. بنبدا نخش على اللي بعده. دي هنفترض انها زي فكره الاستريس بول بالظبط، اهي نفس الضغطات اهي، 1 2. برضو مش عايز بسرعه وخلاص، لا انا عايز واحده واحده، بحيث تحس بقبضه ايدك او بالضغط، تبدا تحس بشد هنا ان العضله شغاله. ميزة النقطة دي انك ال4 صوابع بيضغطوا مع بعض في نفس الوقت، مش مجرد الحركة بتيجي من مكان واحد. نهاية قبل ما انهي التمارين بس، هنبدأ نلجأ لآخر حاجة وهي الكبيرة السبلنت، ودي كبيرة بتلبسها على مفصل الكوع نفسه، بتلبسها طول اليوم مثلا لو انت شغلك مضطر انك تستخدم ايدك باستمرار، ولكنك ما بتنامش بيها. ركز جدا، انت بتلبسها وانت بتعمل الأنشطة اليومية بتاعتك، ولكن حذاري تنام بيها، لانك لو نمت موضوع مش صح خالص، موضوع غلط جدا وممكن يسبب لي مشاكل. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور أحمد شامي، دكتور علاج طبيعي وأخصائي التغذية العلاجية، إضافة إن في قناة تغذية إن شاء الله فيها كل ما يفيدك، هسيبها لك في الأي هنا أو هنا، وتحت في صندوق الوصف، وفي الأوترو هتلاقيها ظاهرة لك على طول بإذن الله. بس كده، لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، اعمل لايك، اللايك فعلا جدا بيساعد. ولو تقدر تتابعنا على الانستجرام واسألنا هرد عليك بإذن الله في أسرع وقت، تقدر تتابع معايا أونلاين من خلال الموقع. بس كده، سلام عليكم.